رب العالمين، الصلاة والسلام على السيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع المسيرة أيها الإخوة في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، ونعالج بعض الأمراض الاجتماعية وهي كثيرة جدا نعاني منها في هذا المجتمع. يأتي رمضان ليطبب جراحنا وليقوم سلوكنا وليغير العادة التي قد تعودنا عليها، ومن أهمها مجالس الغيبة والنميمة والكلام الذي لا طائل منه، بل على العكس يجر وبالا وخصاما وشحناء بين أفراد المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره. قال قائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة هي أن تذكر إنسانا في حالة غيابه بصفة يمقتها ويبغضها حتى وإن كانت فيه، هذه تعتبر غيبة، لأنك تستغل غيابه، لا تستغل عدم قدرته على الدفاع عن نفسه وتوغل في عرضه وفي سمعته وفي مكانته بين الناس. حتى إذا لم تكن تلك الصفة فيه فأنت بين نارين: إذا أنت لم تذكر فيه صفة فقد افتريت عليه، فقد بهته أي ظلمته، وافتريت عليه واتهمته بالزور والبهتان. وطبعا قول الزور هو من أكبر الكبائر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه، قال: إن من أكبر الكبائر، عندما سئل قال: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لكثرة ما ركز وأكد وشدد على أن قول الزور والعمل بقول الزور هو من أكبر الكبائر. فعندما أنت تكون صائما من باب أولى أن تحرص على لسانك، فلا تحركه في الباطل، ولا تحركه في سمعة الناس، ولا تحركه يمينا وشمالا من غير وازع، من غير رابط، من غير أن تشكمه، من غير أن تمسكه إلا في الحق، كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي عندما قال له: أوصني يا رسول الله. قال له: قل خيرا أو فاصمت. للأسف الشديد هذه ثقافة ليست منتشرة في مجتمعنا، بل على العكس تماما، هناك ثقافة كثرة الكلام الفارغ الذي لا طائل منه ولا فائدة ترجى من خلاله. فإذا كان الكلام في غير رمضان الأفضل أن نمسكه وأن نتحينه وأن نختاره، ففي رمضان هو أولى وأجدر حتى يقبل الله عز وجل صومنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا صبرنا، وأن يلهمنا عقلنا، وأن يلهمنا أدبنا، فلا نتحدث إلا بما يعنينا وما يخصنا وما يبني مجتمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.